أنا ريم أكبيك. رحلتي مع Passion to Profit ابتدت من سنتين. أنا عندي two passions، الكوكينج والكتابة بالعربي. الحقيقة أنا ابتديت بالكوكينج لأنه كان بالنسبة لي هو الطريق الأسهل، لأنه أنا عندي خبرة فيه من قبل، والحمد لله أخذت خطوات كانت كتير موفقة ولقيت تشجيع كبير من الناس. بس لسبب من الأسباب بعد فترة أنا وقفت بالكامل، فمشان أقدر كمل يعني أعطي لحالي بوش قررت أني أدخل بالبوت كامب. الحقيقة اللي اكتشفته واللي كان تيرنينج بوينت بالنسبة لي أنه لما أنا كنت عم بكتب الستوري تبعي أنا كنت مستمتعة بموضوع الكتابة أكثر من فكرة الكوكينج نفسها. فيوم لما رجعت على البيت قعدت بيني وبين حالي وقررت أني أخذ القرار اللي بعتبره كان قرار كتير مهم بحياتي، اني حط الكوكينج على جنب وابتدي بالباشن يلي بتبين لي مع الوقت انه هي اللي بحبها اكثر شيء. والحمد لله كان من اهم القرارات اللي اخذتها يوم ما خبرت تهامي اني رح كمل بهالطريق. والحمد لله من يومها انا كثير مبسوطه وكثير مرتاحه لانه انا عم بعمل الشيء اللي بحبه وهذا المكسب الاكبر بالنسبه لي. والحمد لله انا هلا بكتب شورت ستوريز وبعمل ارتكلز بشكل مستمر. فنصيحتي هون للي عنده كذا باشن انه الطريق الوحيد لتتاكد من الموضوع الباشن اي وحده بدك تختار انك تمشي فيهم، لانه انت مع البراكتس حتعرف قلبك ما بيميل لاي وحده منهم اكثر. فانت احتمال هون انه تختار وحده منهم او احتمال تعمل ميكس بيناتهم، وحتى يمكن تظهر لك باشن على الطريق انت ما كنت متخيلها. بس الحقيقه اللي حتكسبه هون انك حتكون مبسوط وحتعيش حياتك بطريقتك انت مو بطريقه حدا فرض عليك.